كيف يسرق النظام المغربي أموال المغاربة؟ We've got a list of high-end sports cars, properties across Europe, bank accounts with millions of euros in. وشنو خزن علينا النظام المغربي ولا شنو اللي ما كيتكلموش به في وسائل الإعلام ديال الدولة البوليسية هو أن أربعات سنوات سجنا ولم يقضي يوما واحدا داخل السجن بل الأكثر من ذلك هاد بارونات ديال المخدرات اشنا هي العلاقة ديالهم مع الملك محمد السادس او لشنا هي العلاقة ديالهم مع النظام المغربي السلام مرحبا بكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير اليوم ان شاء الله في هذه الحلقه غادي نشارك معكم خبرين مهمين اثنين وهو بمثابه اخبار ساره للملك محمد السادس وكذلك غادي نعطيكم بالدليل القاطع باش تعرفوا اخواني المغاربه بان اكبر عمليه نصب في التاريخ هي التي قام ويقوم بها القصر الملكي في حق المغاربه اليوم ان شاء الله غادي تعرفوا هادشي وبالدليل كما قلت لكم القاطع دونك الى اول مره تشوفوا القناه ديالي او باقي ما مشتركينش في القناه المرجو الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش اشك فخرج فيديو توصلكم لا نوتيفيكاسيون تلقاو من ورا الجينيريك للمغاربة اللي قهراتهم غلاء المعيشة وغلاء الأسعار للمغاربة اللي ما قادرينش يدوزوا الشهر للمغاربة أو للأفراد اللي نهار كاملين ومخدامين على ود 100 درهم للمغاربة اللي ما عندهمش باش يشريوا المواد الأساسية اللي خاصة تكون عند كل فرد وكل للأسر المغربية اللي كيتجاوزوا 60% وهي النسبة ديال المغاربة الفقراء اللي كيعيشوا تحت عتبة الفقر إليكم الخبر الأول مبيعات الفوسفات ومشتقاته ارتفعت لأكثر من 90% ووصلت لأكثر من 60 مليار درهم فقط في 6 شهور الأولى ديال هاد السنة يعني سنة 2022 نخليكم مع هاد التقرير المفصل ونرجعوا نعلقوا على الخبر فهذا مكتب الصرف بأن مبيعات الفوسفات ومشتقاته ارتفعت بنسبة 84% لتبلغ أكثر من 57 مليار درهم عندما تم يونيو ديال 2022 وأشار المكتب كذلك إلى أن صادرات السلع بلغت 215 مليار درهم في نهاية يونيو 2022 مقابل 152 مليار اللي كانت السنة الفارضة وأضافت كذلك إلى أن هذه الزيادة تهم مجمل القطاعات في مقدمتها الفوسفات ومشتقاته وقطاع السيارات والفلاحة والصناعات الغذائية وقطاع النسيج والجلود بحيث أن المغرب يتجه للرفع من طاقته الإنتاجية من الأسمدة بأكثر من 50% لتلبية الطلب العالمي لهذه المادة خصوصا وأن الصين من بعد الحرب على أوكرانيا قالوا غادي يوقفوا هذا الشيء باش يكتفيوا باش أنهم يلبيوا حاجياتهم الداخلية وبحسب موقع ميدل إيس آي فإن المغرب الذي يتوفر على 70% من احتياطي الفوسفات في العالم يطمح لغزو السوق العالمية من خلال زيادة إنتاجه من الفوسفات دابا القصر الملكي أو العميل محمد السادس ما تكلموش على أخنوش حيث أخنوش مجرد موظف عند الملك محمد السادس وما يقدرش المجلس ديال أخنوش يدير حتى شي حاجة بلا ما يمشي عند المجلس ديال الملك محمد السادس دونك غنتكلموا على الملك محمد السادس أو القصر الملكي هذا الملك محمد السادس والنظام ديالو فيما كتكون شي أزمة عالمية كيحاولوا أنهم يستعملوها باش يبرروا السرقة ديالهم لينا وللشعب المغربي فجات كورونا اللي كانت أزمة عالمية خرج لنا الملك محمد السادس بخطابه اللي كيتنص به على المغاربة قال لنا باللي خصنا نتكافلو خصنا نتعاونو حنا الشعب المغربي وما كيناش الميزانية إلى آخره لو لوندوما ولا الغد ليه ديال هذا الخطاب ديالو كنشوفو باللي مشى شرا واحد القصر في وسط باريس بتقريبا 80 مليون ديال الأورو هذا هو الطنز بعينه عاوتاني دابا في هذه الأزمة اللي خلفتها الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا قالوا ارتفاع المحروقات احنا بحالنا بحال العالم وخا حنا كنشوفوا باللي اوروبا مالغري انها رفعت المحروقات راه كتعاون الشعب ديالها غير دغنيا شفت في المانيا باللي جميع التذاكر كتشري تذكره ب 9 ديال الاورو كتسافر بها فيما بغيت وباللي الدول كتعاون المواطنين ديالها باش انهم توصلهم ولا يقدروا يسايروا القدره الشرائيه ديالهم كنشوفوا الملك محمد السادس كيستغل كل ما هي ازمه عالميه من اجل تبرير سرقته وشنو خزن
علينا النظام المغربي ولا شنو اللي ما كيتكلموش به في وسائل الإعلام ديال الدولة البوليسية، وأن المغرب هو كذلك مستفيد من هذه الأزمة. كاملين كنعرفوا ولا يخفى علينا جميعا أن المغرب عنده بزاف ديال الثروات، ومن بين هاد الثروات هي الفوسفات، بحيث أن المغرب عنده 70% من الاحتياطي ولا كما كنقولوا الستوك العالمي ديال الفوسفات، كاين 70% فقط في المغرب. كاين دولة المغرب، كاين الصين. الصين ما بقاتش بغات تبيع الفوسفات ديالها وخلات هذيك المنتوجات ديالها تستعملها هي داخليا. دونك شكون اللي انتهز الفرصه؟ هو المغرب، ولا كيبيع الفوسفات، وهو سبب انه ارتفعت مبيعات الفوسفات بنسبه 90%، وهادشي اللي شفتوه في التقرير. والسؤال المطروح هنا، هل المغاربة، هل نحن المغاربة، هل أنتم أيها المشاهدون المغاربة وصلاتكم شيكات في آخر الشهر باش تستافدوا، باش تقول لكم الدولة رحنا بعنا القد والقد ديال الفوسفات في خضم هاد الأزمة العالمية، هل كنتم انتم تستافدوا معنا لأنها ثروة ديالكم؟ واش داروا لكم شي سبيطار وقالوا لكم غادي تمشيو تعالجوا فابور في هاد السبيطار؟ واش زادوا بناو شي مدرسة في شي حي وقالوا لكم هذا راه حيت الفوسفات دخلنا الفلوس في هاد السيمون الاولى ولا في هاد 6 شهور الاولى ديال هاد السنه راه غادي المغاربه هما يستافدوا؟ واش فرقوا معاونات على الشعب المغربي؟ واش داروا خلقوا فرص ديال الشغل بهاد الثروات لانها ديالكم ايها المغاربه؟ حنا ما كنستافدوش من هاد الثروات. المستفيد الاول والاخير هو القصر الملكي او النظام المغربي. وكنشوفوا اسعار الغازوال فين وصلت، كنشوفوا هل النظام المغربي، هل الملك محمد السادس خرج وقال باللي هاد الازمه اللي كاينه راه خلقات، وخا خلقت ارتفاع الاسعار خلقت كذلك واحد الارباح فيما يتجلى في الفوسفات. هادشي كنتكلموا فقط على الفوسفات حيت المغرب فيه بزاف ديال الثروات. اي ليست هذه سرقه في حق الشعب المغربي؟ دونك هذا كان هو الخبر، واللي قلت لكم في اول حلقه هو بمثابه خبر صار للملك محمد السادس، لان من يستفيد من هذا الشيء هو الاو سي بي، هو المكتب الشريف للفوسفات اللي ما كنعرفوش، ما كيعطيش واحد احصائيات دقيقه كل سنه شحال دخل وشحال خرج، شحال استافدوا المغاربه، شنو هي المشاريع، واش المشاريع دارت باسم المغاربه، واش المشاريع دارت للدولة المغربية للمغاربة ماشي للشركات الخاصة ديال الملك محمد السادس. هادشي كله ما منوش، لأن المستفيد الأول والأخير هو العميل الملك محمد السادس، وهذيك ما يسمى بالمعارضة، لأنك لكتي بغي تكون معارض غتكون معارض للنظام، غتكونش معارض لأخنوش، لأن أخنوش فقط كيخدم على النظام. هذيك المعارضة اللي كاينة في البرلمان كنتمناو شي نهار تكلم لينا على هاد عائدة الفوسفات وفي كتمشي عائدة الفوسفات. شكون اللي كيستافد من هادشي؟ هو الملك محمد السادس ونظامه الخبيث سرق، وكذلك هذا النظام اللي كيحمي المجرمين ومروجي المخدرات. وهذا هو الخبر الثاني الذي سأنقله لكم، وهو كذلك بمثابة خبر صار فقط للملك محمد السادس. وانتقلوا للخبر الثاني. خرج هذا الأسبوع واحد الخبر اللي بغيت نشاركه معكم، وهو كالتالي. حسب واحد التقرير ديال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خرجوا واحد التقرير هذا الأسبوع وقالوا اعتبروا المغرب أول منتج ومصدر ديال هذا النوع من المخدرات، يعني الحشيش. وهذه الدراسة كانوا داروها ما بين العقد ديال 2010 حتى 2020، وقالوا باللي المغرب هو الأول على مستوى العالمي، ماشي الإفريقي ولا العربي، المستوى العالمي بحال الفوسفات، حنا الأولين على المستوى العالمي بحال الحشيش. قال هذا التقرير باللي أن المغرب هو الأول على المستوى العالمي. نعاود نسول نفس السؤال، واش المغاربة استفدتوا من هذا الحشيش اللي حنا الأول اللي كنصدروه وكننتجوه عالميا؟ كنت قريت كذلك واحد الخبر مؤخرا فقط في هذا الشهر على أن الشرطة الإسبانية كانوا شدوا واحد 3 الغواصات كانوا بدون طاقم. شكون اللي غيكون عنده القدرة على أنه يشري هاد الغواصات بدون طاقم؟ هاد الغواصات شنو كانوا كيديروا؟ كانوا كيخرجوا الحشيش من المغرب وكيتاجهوا به نحو إسبانيا، فرنسا، أو لبعض الدول الأوروبية. كانت الشرطة الإسبانية كانت دارت واحد التحقيق وشدت هاد المافيا. غادي تقولوا لي باللي هاد المافيات اللي كيديروا التجارة ديال المخدرات ولا هاد بارونات ديال المخدرات، أشنا هي العلاقة ديالهم
مع الملك محمد السادس او لشنا هي العلاقة ديالهم مع النظام المغربي. غنخليكم مع واحد الغوبورتاج اللي دارته البي بي سي، ما دارتو شي صحافة من صحافة ديال الدولة البوليسية، دارتو البي بي سي البريطانية، واللي كيتكلموا فيه على حسب هذا الغوبورتاج ولا هذا التحقيق تيقولوا باللي واحد المغربي اسمه خالد البشريوي. هذا خالد البشريوي على حسب هذا الغوبورتاج كيقولوا كان كيدير تبييض، هو مغربي كيدير تبييض الاموال، وقد بيض اكثر من 90 مليون ديال الاورو، شرى القوارب، شرى الفيلات، شرى الديور فقط لتبييض اموال المخدرات. هو مغربي وحكموا عليه في هولندا باربعة سنوات سجنا ولم يقضي يوما واحدا داخل السجن، بل الاكثر من ذلك هاد خالد البشريوي هو مسؤول كبير في مدينة الحسيمة، حيث يعتبر خالد البشريوي هو المكلف بالتعمير والسياحة في مدينة الحسيمة. نخليكم مع هذا الغوبورتاج ديال بي بي سي ونرجعوا. وفي هولندا أدين عدد من مهربي المخدرات المغاربة، بعضهم له علاقات مع مسؤولين سياسيين كبار. These are confidential court documents obtained by the BBC, and they contain details of one of the biggest hash busts in the Netherlands in recent years. Normally in the Dutch legal system, names aren't revealed publicly, but what's significant about these documents is that they identify the two main culprits, Khalid Bishrui and Ahmed Shelhi. So there's an estimation here that the gang traded at least 60,000 kilos of hashish. We've got a list of high-end sports cars, properties across Europe, bank accounts with millions of euros in. This is what an international drugs trafficking ring looks like. طالعنا قضية البشريوي، ووفقا لوثائق المحكمة أدين بغسيل أموال بقيمة 9 ملايين يورو. الهولنديون يسمونها قضية سبرينغ هام. فيم فان ديبو صحفي تابع القضية عن كثب. Springkang case is a very big hash trafficking case, 65,000 kilos. It's one of the biggest deals we had in the Netherlands in the past 20 years. And there were two transports seized. Thousands of kilos involved in a very professionally operated organization. So I would say it was a big case. حكم على خالد البشريوي بالسجن لمدة 4 سنوات، لكنه لم يمضي يوما واحدا في السجن. لا توجد اتفاقية تسليم مجرمين بين هولندا والمغرب، ولذا استطاع أن يعيش بحرية في منتجع سياحي يسمى الحسيمة. إنه رجل أعمال معروف هنا، حتى أنه يتبوأ منصبا عاما كمدير للسياحة المحلية. دونك شفتوا باختصار وبالدليل القاطع، هنا عطيتكم فقط مثالين واللي خرجوا فقط هذا الشهر، كيف يسرق النظام المغربي اموال المغاربه. راه فاش كنقولوا هذا النظام هو خائن للشعب المغربي، هو بالفعل خائن للشعب المغربي، هو يسرق ثروات المغاربه. لماذا المغاربه لا يستفيدون من هذه الثروات؟ لماذا النظام المغربي يحمي هؤلاء المفسدين اللي ما كانوش هما خدامين عنده كيقوموا بالخدمات ديالو؟ هذيك التخربيق ديال اشاك فوا كتشوفوا واحد شدوه، واحد لقاو عنده المخدرات هذوك فقط باش كما تنقولوا تهربوا العين على البارونات الكبيره واللي حنا عارفينها. كنت كنكذب ولا كانوا هاد التقارير تيكذبوا ولا كانت الصحافه المستقله كتكذب، يخرج النظام المغربي يقول لنا في كيمشيو هاد الثروات. اللي انا اليوم عطيتكم فقط واحد ليكزامبل، واحد جوج ديال ليكزامبل ديال القنب الهندي اولا الحشيش اولا الفوسفات، واللي يلا خرجوا اللي هما حديث الساعه. يخرجوا يقولوا لنا فين كتمشي هاد الثروات ديال المغاربه، فين كتمشي الفلوس اللي كتسلفوها على المغاربه، ولا حنا اللي تكلمنا كتقولوا لنا نتوما كديروا البلانشيمون دارجون، نتوما خاونا للوطن. من هم الخائنون الحقيقيون؟ ماشي هما هاد الاشخاص اللي كيشفروا الثروات ديال الشعب المغربي. فين هو الملك محمد السادس اللي كيخرج كيتنز علينا وكيقول لنا اين هي الثروه؟ وكنشوفوا البوليس ديالو ولا الدوله البوليسيه ديالو، لا الحموشي لا المنصوري، كيجيو يتجسسوا على بنادم في مكان وكيعرفوا شنو. كيقول لك الارهاب فاش كيكون في امريكا الحمو
يفهموش كيعرفوا، وخاصو كذلك يعرف يقول لنا اين هي الثروه، ولا فقط كتكذبوا على المغاربه. ليك محمد السادس ما كيتنش علينا فاش كيخرج في خطاب وتيقول لكم الرعايه الصحيه اللي كيتلقاوها الابناء ديالي هي اللي كيتلقاوها ابناء المغاربه. وحنا كنشوفوا لمشيتي السبيطار ديال الدوله ولا كما تنقولوا حنا سبيطار ديال الحومه، خاصك تخلص فلوس باش تدخل انت الاول. هل هذه هي الرعايه اللي كيتلقاها ولدك الحسن اللي هو اغنى طفل في العالم، ولا هذا النظام المجرم الخائن عنده حل واحد هي اننا نخرجوا في مظاهرات سلميه ونتجه الى القصر، هذاك القصر نتوما اللي ديالكم المغاربه، نتوما اللي كتخلصوا عليه، نتوما اللي كتخلصوا الخدم والحشم والمصاريف ديالو، شحال كاين مقصر في المغرب. واش خرج الملك محمد السادس قال انا نتخلى على ذوك القصوره والميزانيه ديال القصوره اللي كيخلص عليها الشعب المغربي واللي وصلت الرتبه ديال 123 من ترتيب التنميه البشريه، ولبنان اللي كيصيفط ليها الملك محمد السادس مساعدات، واللي دابا شفنا كذلك مؤخرا قريت واحد خبر على انه مشى عاون رواندا وعطاها كميه كبيره من الفوسفات. اليس المغاربه هم احق بهذا الشيء؟ اليس تلك القصور اللي كتخلصوها نتوما المغاربه من ثرواتكم المغاربه اللي كيتخلصوا بزز 100 درهم؟ اكثر بزاف ديال الناس كيتخدموا النهار كامل 10 سوايع ولا مع 8 سوايع ولا اكثر فقط ب 100 درهم. اليس نحن الاحق بالاموال القصور والخدم والحشم واموال الفوسفات واموال القنب الهندي واموال ديال الذهب؟ مازال غندير دي فيديو على الذهب، ومازال غندير فيديو على الفضه، الذهب اللي كيتخرج وكيمشي للامارات، امارات الفضه اللي كاينه في المغرب. واش المغاربه كيستافدوا من هذا الشيء؟ الذي يستفيد هو المفترس، راه كانوا سموه المفترس، هو المفترس الملك محمد السادس ونظامه وحاشيته. كنت بغا ندير فيديو على الملك محمد السادس وما الذي اصابه مؤخرا، لاني ما بغيتش بغا نهضر على هذا الشيء، خليت فقط نوصل للشعب المغربي في كتمشي الثروات ديالهم، وحنا اللي كنتكلموا كتسموا الاخوانا، بل الخائن الاكبر والكبير هو الملك محمد السادس ونظامه اللي يجب اسقاطه. ما تبقاوش تقولوا باللي غنوليو بحال سوريا، ما تبقاوش تقولوا باللي غنوليو بحال العراق، علاش ما تقولوش باللي غنوليو بحال فرنسا؟ علاش ما تقولوش باللي غنوليو بحال المانيا ولا شي دوله متقدمه؟ ما هو الحل في نظركم من اجل زوال هذا الطغيان ديال هذا النظام المستبد ديال الملك محمد السادس اللي فين ما تكلم شي حر ولا شي حره كيديروا ليه التشهير وكيسميوه خائن للوطن، وكيخرجوا صحافه الدوله التشهيريه اللي كيعطيوهم تاهما من الاموال فقط على انهم يسكتوا الاصوات الحره ويصفون كل من يتكلم بخونه الوطن، وكيدخلوا الشباب للسجون المغربيه باش حتى شي واحد ما يتكلم، لان الحل في ديننا نحن المغاربه واننا نوض ندعو لإسقاط هذا النظام المجرم. واش خليوا لي الآراء ديالكم فيما يخص الموضوع الأول والموضوع الثاني أسفل التعليقات أو في لي كومونتير، تبارطاجيو لا فيديو مع العائلة ديالكم مع أصحابكم عبر خاصية الواتساب، كذلك الإعجاب بالفيديو لعجبتكم لا فيديو بيان سور. نتلاقاو إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم، باي باي.